يسعد مساكم واهلا فيكم بحلقه ومغامره جديده من برنامج المسابقات حكايه. شاركوا معنا وابعثوا رساله نصيه للارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، وكل ما بعثتوا اكثر كل ما زادت فرصتكم بالمشاركه، فكل ما زادت مشاركتكم كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزه الكبرى سياره شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمه من شركه ابو خضر للسيارات، الوكيل الحصري لعلامه شيفروليه. تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة، صممت خصيصا لتلبي احتياجاتكم. وعندنا هدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص منكم. وغير المبالغ المالية عندنا هدايا بقيمة 250 دينار رح تكون محولة على محفظة أورنج ماني. إذا شاركوا معنا وابعثوا رسالة قصيرة فيها الرقم 5، وما تنسوا إنه في سحب على سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بنهاية الشهر الفضيل للأشخاص اللي بتشارك وبتبعث رسائل كثيرة من الأردن على الرقم 9385 على شبكات أورنج، زين وأمنية، ومن فلسطين الحبيبة كمان على الأرقام 37150 على شبكة جوال وعلى 635 على شبكة أوريدو، ومن العراق الشقيق أكيد بتقدروا تشاركونا على الرقم 2921 على شبكة زين على 44.99 على شبكة آسياسل. ولكل اللي بعتوا رسائل في الأيام الماضية ضلكم ابعتوا كل يوم، لأنه فرصتكم رح تزيد لتكونوا من المتصلين في حلقة من حلقاتنا، وأكيد أنه ما حدا من عنا بيطلع خسران أو زعلان. وأبدي أذكركم بتطبيق حكاية الموجود على بلاي ستور، أب ستور وهواوي أب جاليري اللي رح يساعدكم في معرفة الصورة قبل ما نلعبها على الهواء. حملوا تطبيق حكاية لتوصلكم قصة جحا الجديد اللي رح نلعبها بكرة. ومثل ما وعدناكم رح يتم سحب اسم من الأشخاص اللي محملين التطبيق وعم بيلعبوا عليه وفازوا لا يربحوا هدية. وهلا صار وقت أحكي لكم قصة صورة اليوم. جحا قرر اليوم يرجع لقريته وبيته الصغير والبسيط. مشي جحا باتجاه قريته وهو حزين ومحبط، إلا إنه حزنه تحول لفرح بعد ما شاف قديه أهل قريته مشتاقين له وفرحانين برجعته. إذن في هاي الصورة عنا 50 قطعة متحركة، كل اللي عليكم تعملوه هو إنكم تسموا لي هدول القطع. وهلا رح نبدأ مع أول متسابق معنا لليوم. هلو مساء الخير يا لوجين. مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الورد، كيف حالك؟ وانت بالف خير، اهلا وسهلا فيكي. لوجين رح نبلش في اللعبه 45 ثانيه وقتك هو خلال المسابقه، وبدي تحددي لي القطع وين موجودين بالضبط، وما تمرقي 10 ثواني بدون ما تختاري اي قطعه، تمام؟ ان شاء الله. اوكي يا لوجين بلش وقتك، تفضلي. اوكي، الحبل اول شيء اللي موجود فوق. 50 دينار. اوكي، المفتاح الموجود على جبهه الزلمه. صندوق هدايا. اوكي، الصبرة. صندوق هدايا ثاني. في كيس على الارض جنب الزلمة. صندوق هدايا ثالث، برافو لوجين. اوكي، في البوكسينج اللي هم اي واحد بدك، في واحد خشب وواحد كرتون، بسرعة. الخشب، الخشب. يدوية خسرتك الجائزة. اوكي، انينة المي. صندوق هدايا رجعتي وعوضتي، ثلاث صناديق هدايا بالإضافة لخمسين دينار. متحمسة تعرفي شو صناديق الهدايا مخبيين لك؟ أكيد أكيد. أوكي، خلينا نشوف شو الجائزة الأولى اللي مخبية لإلك في الصندوق الأول. بدنا نحكي لك ألف مبروك على قسيمة شرائية مقدمة من مركز إم أند كو لخدمات التنحيف والعناية بالبشرة والليزر بقيمة 200 دينار، ألف مبروك لإلك. أما الصندوق الثاني فمخبي لك قسيمة شرائية بقيمة 400 دينار مقدمة من مجموعة اليازوري للكتب. والصندوق الثالث والأخير ألف مبروك، قسيمة شرائية بقيمة 200 دينار أردني مقدمة من عيادة الدكتور محمد حميد للتجميل. متسابق جديد، هلو مساء الخير. أهلا وسهلا يا خالد، رمضان كريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك خالد. 45 ثانية بدي أذكرك تحدد لي القطع وين موجودين بالضبط. أوكي تمام تمام، يلا بلش وقتك، تفضل. المسبح بايد الزلمه. صندوق هدايا على اليمين. عفوا، الضوء اللي فوق على اليمين. 50 دينار. الباب. يدويه خسرتك ال 50 دينار، بس كمل. الحمام اللي فوق. صندوق ثاني من الهدايا. لا تحت الحمامة. اخترناها. تعيد لي اغلبك.
الموزة اللي تحت، المفتاح الإنجليزي. مية دينار قدرت إنك تجمع بالإضافة لثلاث صناديق من الهدايا، ألف مبروك لإلك. خلينا نشوف صناديق الهدايا شو مخبيين لك. أول جائزة، هاي الجائزة مقدمة من شركة ذكاء الأردن، عبارة عن دورة تدريبية لبرنامج يوسيماس الحساب الذهني. أما القسيمة الثانية أو الصندوق الثاني شو مخبي لك؟ قسيمة شرائية بقيمة 400 دينار مقدمة من مجموعة اليازوري للكتب. والجائزة الثالثة اللي مخبية في صندوق الهدايا الثالث، بنحكي لك ألف مبروك على قسيمة شرائية مقدمة من مركز إم أند كو لخدمات التنحيف والعناية بالبشرة والليزر بقيمة 200 دينار. إذا بدي أذكركم تكثفوا مشاركتكم معنا خلال الأيام الجاية عبر إرسال رسالة نصية ممكن تصح لكم فرصة المشاركة مرة ثانية، وكمان لتزيد فرصتكم لربح سيارة شيفروليه كابتيفا 2021. ولكل متابعينا ابعثوا هلا رسائل ممكن تكونوا انتم المتسابقين الجدد. ننتقل لمتسابق جديد، هلو مساء الخير يا محمود، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الورد، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. محمود رح نبلش في اللعبه، 45 ثانيه حدد لي القطع وين موجودين بالضبط، اوكي؟ المكلمه. هاي بلش وقتك هلا، تفضل. المكلمه. بدي توضح لي صوتك. المكلمه. المقلمه. على الطاولة. اخترناها 50 دينار. ايد الباب. الايد اللي فوق الباب اللي على الباب. يدوية خسرتك الجائزة. الكرتونة. الكرتونة. اخترناها. تي ان تي. تي ان تي. الجرة اللي منها فوق. 500 دينار، برافو، كمل. كيف المصاري اللي على وسط الرجال. 50 دينار تانيين. السيارة الصغيرة. انتهى وقتك، ولكن قدرت انك تجمع خلال 45 ثانية 550 دينار. قد ايه مبسوط بالجائزة؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حاطط اشي ببالك رح تصرفهم عليهم هدول الفلوس؟ ان شاء الله بدنا نعطيهم للبنات. يلا الله يخلي لك اياهم يا رب وتصرفوهم بالهنا. يلا متسابق جديد، مساء الخير يا احمد، رمضان كريم. اهلا اهلا وسهلا فيك، مساء الورد. الحمد لله تمام، انت طمني عنك، امورك تمام؟ تمام، كل عام وانت بخير. الحمد لله وانت بالف خير. رح نبلش في المسابقه، 45 ثانيه تفضل. اوكي، السياره اللي على الارض. صندوق هدايا اخترتنا لك اياها. الارمل اللي مكتوب عليها منزل جحا. 500 دينار، برافو. الفلفل اللي على الارض، الفلفل الاحمر. صندوق هدايا ثاني. المفك اللي على الارض. صندوق ثالث من الهدايا. الحمار الوحشي اللي ورا الرجل. 100 دينار، برافو، كمل. ألف مبروك، 600 دينار بالإضافة لثلاث صناديق من الهدايا. قد ايه مبسوط بالجائزة؟ كثير كثير كثير. طب في حدا حواليك هيك بالبيت؟ كثير ناس. في كثير ناس. طب وينهم؟ ما حدا يزغرت، حدا يزقف، مبسوط كذا؟ تفضلوا. طيب ألف مبروك أكيد لإلك الجائزة، ولكن استنى خليك معنا بدنا نعرف صناديق الهدايا شو مخبيين لك. نشوف أول صندوق من الهدايا شو مخبيين لك. بدنا نحكي لك ألف مبروك على الجائزة، وهي مقدمة من شركة ذكاء الأردن، عبارة عن دورة تدريبية لبرنامج يوسيماس الحساب الذهني. أما الجائزة الثانية فهي قسيمة شرائية من مركز، عفوا، مقدمة من مركز إم أند كو لخدمات التنحيف والعناية بالبشرة والليزر بقيمة 200 دينار. والجائزة الثالثة اللي مخبية في الصندوق الثاني للهدايا قسيمة شرائية بقيمة 400 دينار مقدمة من مجموعة اليازوري للكتب. أكيد ألف مبروك لإلك كل الجوائز اللي ربحتها. وأبدي أذكركم بآلية المشاركة، بسيطة كتير، ابعثوا رسالة نصية للأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة، وكل ما بعثتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمة من شركة أبو خضر للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه. بتتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة صممت خصيصاً لتلبي احتياجاتكم. وعندنا هدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص منكم. رح نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم في المسابقة.
اهلا فيكم من جديد ومكملين معكم حلقه اليوم من برنامج حكايه. كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تبعتوا رساله نصيه للارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، وكل ما بعتوا اكثر كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزه الكبرى في نهايه الشهر الفضيل، سياره شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمه من شركه ابو خضر للسيارات، الوكيل الحصري لعلامه شيفروليه. بالإضافة إلى هدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص منكم. بدنا ننتقل لمتسابق جديد بحلقة اليوم. هلو مساء الخير، أهلا وسهلا يا ميس، رمضان كريم. ينعاد عليكم. وعليك أهلا وسهلا. طيب إحنا رح نبلش في المسابقة 45 ثانية ولازم تحددوا لي بالضبط وين موجودين القطع. تفضلوا بلش الوقت يلا. ما عم بدي الطيارة. تعيد لي بس أغلبك. الطيارة. صندوق هدايا. طيارة اخترنا لك اياها. بدك الطيارة الثانية، هاي اخترناها. او بدي البوكسينج. 50 دينار. اختار قطعة ثانية. والبوكسينج 50 دينار تانيين. تمام بدي التومة. صندوق ثاني من الهدايا. بدي الكمانجة. 150 دينار برافو. وبدي البسم. عفوا انتهى وقتك، ولكن قدرت انك تجمع 150 دينار بالإضافة لصندوقين من الهدايا. بتحمس تشوف شو صناديق الهدايا مخبيين لك؟ تمام يلا خلينا نشوف شو أول صندوق مخبي لك. نحكي لك ألف مبروك على الجائزة، وهي كوبون شرائي بقيمة 50 دينار من حلويات نفيسة. أما الجائزة الثانية في الصندوق الثاني فبنحكي لك ألف مبروك لقسيمة شرائية بقيمة 200 دينار أردني مقدمة من عيادة الدكتور محمد حميد للتجميل. ألف مبروك لإلك أكيد كل الجوائز. متسابق جديد، هلو مساء الخير. أهلا وسهلا يا ريهام. أهلا فيك. أهلا وسهلا، كل عام وإنت بخير ريهام. بخير صحة وسلامة. أهلا فيك، من وين عم تحكي معنا؟ من فلسطين الخليل. أهلا وسهلا فيك وبكل أهالينا في فلسطين. رح نبلش 45 ثانية تفضلي. القطة. القطة اخترناها. 50 دينار. كيس الطحين. تي أن تي خسرتك الجائزة. الفانوس. صندوق هدايا. الكرسي اللي عند جحا. 100 دينار برافو. الملف اللي عند جحا. تي ان تي خسرتك الجائزتين بس كمان. طقيلة عند جحا. يدوية. السمكة. 100 دينار على آخر قطعة اخترتيها، ألف مبروك لإلك أكيد جائزتك، ألف مبروك. ننتقل لمتسابق جديد بحلقة اليوم. هلو مساء الخير، رمضان كريم يا أيمن. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أهلا وسهلا أيمن، 45 ثانية بلشوا هلا، تفضل. إن شاء الله. تفضل. بس ثواني. لأنه بلش وقتك أيمن. يلا. المطرقة اللي على الأرض هاي اخترناها. أيوة. 50 دينار. يلا. المجرود. حاول أسرع يا أيمن. أسرع. يدوية. العلبة الخضراء. هاي الراديو اخترناه. 50 دينار. بسرعة. ايش كمان؟ حاول أسرع بسرعة. انتهى وقتك يا أيمن، ولكن قدرت تجمع 50 دينار. مين كان عم بغششك؟ أبوي. أبوك كان لازم تكونوا أسرع، ولكن ألف مبروك لإلك ال 50 دينار أكيد. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، وزي ما حكينا لكم مشاهدينا رح يتم السحب عن اسم شخص فائز من خلال تطبيق حكاية في كل حلقة وصولا لنهاية شهر رمضان. بدنا نحكي ألو مساء الخير لمحمود. هلو مساء الخير. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا يا محمود، مساء الورد. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. آمين. احكي لي محمود، كنت متوقع أنك تفوز؟
لا والله صراحة كانت مفاجأة. مفاجأة لإلك أكيد. ألف مبروك لإلك. وأنا يعني جربت صراحة نزلت التطبيق وعم بلعب عليه على اللعبة، بس هذا الإشي أكيد عم بيسهل عليكم المسابقة. أكيد طبعا أكيد. طيب خلينا نشوف شو الجائزة اللي طلعت لك. نحكي لك ألف مبروك على 50 دينار مقدمة من عابدين هوم سنتر. ألف مبروك لإلك أكيد جائزتك. وأكيد بمشاهدينا بدي أذكركم تحملوا تطبيق حكاية الموجود على بلاي ستور أب ستور وهواوي أب جاليري. أولا رح يساعدكم في معرفة الصورة قبل ما نلعبها على الهواء، وثانيا رح يكون عندكم فرصة لا تربحوا هدية. وما تنسوا أنه الربح الأكبر رح يكون معنا في برنامج حكاية من خلال الرسائل النصية على الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة. وكل ما بعدتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمة من شركة أبو خضر للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه. بتتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة، صممت خصيصا لتلبي احتياجاتكم. جوائز اليوم وكل يوم عديدة ومتنوعة، ومنها جوائز مالية كبيرة وهدايا كثيرة. مشاهدينا هيك بتكون حلقة اليوم وصلت لنهايتها. بنشوفكم بكرة في نفس الموعد بمسابقة حكاية ومع متسابقين جدد وجوائز مالية وعينية جديدة. وهلأ رح ننتقل لحلقة جديدة من مسلسل 2020 مع الفنانة نادين نجيم والفنان قصي خولي. تابعوا منيح وخلوا عيونكم على شاشة رؤية وجاوبوا على سؤال المسلسل لتربحوا معنا مجموعة جوائز. بنتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع شاشة رؤية، ودائما لمتنا غير.